بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية. شهدت العتبات المقدسة والصحن الكاظمي الشريف رفع راية العزاء الحسني في ليلة استشهاد الإمام الحسن عليه السلام في وقت واحد وبشكل مهيب. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بأجواء إيمانية وحزينة أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مراسيم رفع راية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تزامنا مع ذكرى شهادته الأليمة، حيث يسعى خدم الإمامين الكاظمين عليهم السلام دائما إلى إحياء الشعائر الخاصة بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام. اليوم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة و بمشاركة العتبات المقدسة الأخرى في العراق قامت برفع راية استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام على أسوار الإمامين الكاظمين الجوادين، وهذا العمل اتفقت عليه العتبات المقدسة قبل مدة، وكانت للعتبة الكاظمية المقدسة سابقة في هذا الأمر، وكما ذكرت في كلمتي السابقة أن وزعت رايات الإمامين الكاظمين الجوادين رايات القباب على العتبات المقدسة داعية إلى كل تلك العتبات المقدسة في رفع هذه الرايات في مناسبات استشهاد وولادة الإمامين الكاظمين الجوادين. نؤكد أن رفع هذه الرايات يحتوي على معان كثيرة، وهو إظهار وإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وإظهار مظلوميتهم. وأقيمت هذه الشعيرة الحزينة بحضور أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة وخدمة الإمامين الكاظمين، إضافة إلى جمع من العاشقين لآل البيت عليهم السلام، حيث تم رفع راية الإمام الحسن الزكي عليه السلام في جميع العتبات المقدسة داخل العراق في وقت واحد. نعزي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه والحوزة العلمية ومراجعنا العظام وجميع الشعب العراقي وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام بذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بهذه المناسبة نرفع أحر التعازي لإمامنا المهدي، واجعلنا من أنصاره وأتباعه والمدافعين عنه والذابين عنه. وإن هذه الذكريات أهل البيت لا تخفى عنا ولا نقدر ننساها، وبذلك تضاف إلى الثقافات اللي تقومها الاحتفالات والثقافات اللي تقومها العتبة الكاظمية إلى الأئمة أهل البيت ومناسباتهم ووفاتهم وولاداتهم. فمشكورة العتبة الكاظمية لهذه الدعوة الكريمة التي أقامتها هذا اليوم على روح سيدي ومولاي الحسن المجتبى. في كل مناسبة تخص العترة الطاهرة لا يغيب الدعاء منها، وهذه بحد ذاتها هي نعمة أنعم الله بها على الموالين لأهل البيت عليهم السلام، وهم يستذكرون هذه الشخصية الفذة، وهي شخصية الصبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. إلى ذلك أقام موكب خدم الجوادين مجلس أعزاء في ذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام بحضور جمع من الزائرين في العتبة الكاظمية المقدسة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في ذكرى شهادة كريم أهل البيت إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مجالس العزاء في هذه الذكرى الأليمة. نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية جميعا بهذا المصاب الجلل، وهو استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، هذا الإمام المظلوم المهتظم الذي بطبيعة الأمر قليل ما يذكر في المجالس وغيرها من الأمور. هذا الإمام الذي ظلم في حياته وكذلك بعد مماته،
وكذلك نشكر الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة لإحيائها تلك الذكرى، الذكرى الأليمة التي نمر فيها وهي استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، وكذلك إحياء جميع مراسيم عاشوراء والمجالس الحسينية كذلك. واشتملت هذه المجالس الحزينة على محاضرات تثقيفية وتوعوية تناولت ومضات من سيرة إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام، سبقتها قراءة لآيات الذكر الحكيم، واختتمت بتوسيم المعزين لصدورهم على إمامنا المظلوم. نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي والمراجع العظام بذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت والسيدة رقية في هذا الشهر، شهر صفر الخير، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي إلى كل المسلمين والموازي والمشيعين والمسلمين وشيعة المؤمنين في مشارق الأرض وغربها. ها هم المعزون والعشاق المخلصون يملؤون الأرض حزنا على مصاب سادتهم وقادتهم، مقدمين أخلص تعازيهم لإمامهم الغائب الحاضر، عجل الله فرجه الشريف. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف. إلى ذلك، واصل مركز القرآن الكريم في العتبة الكاظمية المقدسة نشاطاته وفعالياته التعليمية والتثقيفية، ومثل حفظ زيارة عاشوراء وكذلك تنظيم رحلات إلى الطلبة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مركز ينهل من فيوضات الإمامين الجوادين عليهما السلام لينطلق بنشاطاته وفعالياته المتنوعة من أجل غرس القيم المحمدية الأصيلة في فكر وقلوب الناس من مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسين. إنه مركز القرآن الكريم التابع للعتبة الكاظمية المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، للعام الثالث على التوالي وبفضل الله وبركات الإمامين الجوادين عليهما السلام تقام مسابقة حفظ زيارة عاشوراء. هذه المسابقة التي سعت إدارة العتبة الكاظمية المقدسة على إقامتها في كل عام لتشجيع أبنائنا وبناتنا على حفظ تلك الزيارة العالية المضامين، وخصوصا نحن نعيش أيام استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام. الدورات الصيفية والسفرات الثقافية وتوزيع الجوائز المادية والمعنوية على المشاركين هي أحد مشاريع هذا المركز المبارك للنهوض بالواقع الثقافي وانتشاله من حافة الهاوية. الحمد لله، للسنة الثالثة على التوالي أقامت العتبة الكاظمية المقدسة مركز القرآن الكريم مسابقة حفظ زيارة عاشوراء، ولله الحمد المستويات جيدة مثل ما كنا نطمح حقيقة. والمسابقة كعضو لجنة التحكيم بها بصراحة أنه ما ردنا نشدد على الطلاب والمتسابقين بقدر ما ردنا أنه نشجعهم مسألة تشجيعية لحفظ هذه الزيارة المباركة إن شاء الله تعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هذا الحديث المبارك ينطلق خدم الإمامين الجوادين عليهما السلام ليبذلوا أقصى جهودهم من أجل التأكيد على أهمية الثقلين وإرشاد الناس إلى دربهم الصحيح. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف. أقام ديوان الوقف الشيعي ندوة نقاشية عن تمكين المرأة وسبل الارتقاء بدورها في المجتمع. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لأنها حواء، أقامت العتبة الكاظمية المقدسة بالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي ندوة تثقيفية إلى خادمات الإمامين الجوادين عليهما السلام في قاعة الحمزة بن عبد المطلب من أجل زيادة تمكينهن في إدارة الأمور الحياتية. إيمانا منا نحن في ديوان الوقف الشيعي أن يكون هناك تواصل كبير مع الجمهور
وهو المستهدف اولا واخرا، لا سيما في النشاطات التي تعنى بالتنميه البشريه، ان يكون هناك من خلال اذرعنا المهمه والفاعله والحيويه والمؤثره المتمثله في العتبات المقدسه والمزارات الشريفه في العراق كله. كان لنا اليوم هذه الجلسة والنشاط الذي أقيم مع خادمات العتبة الكاظمية الشريفة لما يخص تمكين المرأة واستثمار اشتراك العراق في قرار 1325 الأممي بما يخص تمكين المرأة، ومن المحاور التي تنسجم مع ديننا الحنيف ومع التراث الثر الضخم المقدس للإمام المعصوم عليه السلام متمثلا في أئمتنا. تمكين المرأة وفق الشروط التي حددها ديننا الإسلامي كانت هذه أهم النقاط التي حددت في الندوة التثقيفية التي ألقتها الأستاذة جميلة ناصر لرسم خارطة أسرية تسير على أسس رصينة تطبخها الأم ويتناولها الأبناء لتقويمهم على النهج الصحيح. المحاور تركزت في مشاركة المرأة، وأهم المحاور اللي قدمت لنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق القرار الأممي 1325. المحاور هي كثير من المحاور قدمت لنا، لكن احنا ارتئينا انه المحاور تكون وفق الشرع والدين ووفق اللي أنا أقدر نقدمه في وقف الشيعي، فقدمنا محاور والحمد لله والشكر وافقوا على المحاور اللي هي 9 محاور، وإن شاء الله احنا قدمنا ندوتين ثبتناها، والأيام الجاية رح نقدم المحاور الأخرى اللي هي تخص بالمرأة والسلام ومشاركتها مع الرجل ومشاركتها مع المجتمع المدني ومشاركتها في كل محافل المجتمع. يضع الإسلام مكانة رفيعة للمرأة بين المجتمع، سواء كان في القرآن الحكيم أم الأحاديث النبوية الشريفة أو حتى في الشعر العربي، حتى وصل الحال أن توضع الجنان تحت أقدامها. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هنا الكاظمية. نسأل من الله القبول والتوفيق في خدمة زوار الإمامين الجوادين عليهما السلام.